مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. بث مباشر من سي بي سي، متابعه للجوله الثانيه في الاستفتاء على دستور مصر 2012. قبل ما ادخل لاي اخبار لابد ان اتقدم بخالص العزاء. مصر فقدت النهارده قامه كبيره جدا، دكتور الاستاذ منصور حسن. دايما كنت اقول له يا دكتور فيقول لي انا مش دكتور يا خيري، انا منصور حسن بس. منصور حسن وزير الإعلام والثقافة الأسبق، رئيس المجلس الاستشاري المرشح لرئاسة الجمهورية، والذي انسحب لأنه رجل هامته مرفوعة دائما وكرامته محفوظة دائما. من الشخصيات، منصور حسن كان ملء السمع والبصر في السبعينيات، ولكن نحاه الرئيس السابق محمد حسني مبارك لما كان يتميز به من ثقل وقوة في عهد الرئيس السابق محمد أنور السادات، وكان مرشحا ليتولى منصب نائب رئيس الجمهورية. كان اسم على الساحة طوال الوقت. وصل منه رسالة الأسبوع الماضي فقط، كانت رسالة داعمة وودودة وأبوية ومحترمة. رحمه الله، مصر فقدت كتير برحيل منصور حسن. كل الناس الكويسة وكل القامات بترحل، بتستريح، أو روحها ما عادتش متحملة الضيق اللي احنا بنعيشه او المعاناة اللي بيعيشها المصريين في هذه اللحظة، لقد زاد الانين. النهاردة في الجولة الثانية عندنا 17 محافظة، فيهم مفترض 25 مليون صوت وشوية. الجولة الاولى كانت في 10 محافظات، كان فيهم 25 مليون وشوية، اللي صوت تقريبا حوالي 8 ملايين. النهاردة المتوقع ان يكون ايضا في نفس النسبة، لو حصل نفس النسبة بنتكلم في 8 ملايين تانيين، يعني 16 مليون من اكتر من 50 مليون لهم حق التصويت، يعني بنتكلم عن التلت او اقل من التلت شوية. اقل من التلت بيختاروا دستور مصر. ما زالت مشكلات عديدة، عايز اقول لكم ارقام. احنا عندنا كان في الجولة الاولى 176 لجنة عامة و 4930 مركز انتخابي و 6723 لجنة فرعية. صوت 8 ملايين 176 ألف ناخب، من بين نحو 25 مليون و 836 ألف حق لهم التصويت. نسبة مشاركة لم تتعدى 32%، يعني توقعات المرة دي بيقولوا 40%. يا رب. يبلغ عدد الناخبين بمحافظات المرحلة الثانية 25 مليون 495 ألف 237 ناخب وناخبة، ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم في 6724 لجنة فرعية في محافظات، في 17 محافظة مصرية، اللي هي الجيزة، كفر الشيخ، البحيرة، الأقصر، قنا، المنيا، الفيوم، بني سويف، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، مطروح، الوادي الجديد، دمياط، المنوفية، البحر الأحمر، القليوبية. قبل أن أدخل في تفاصيل الأخبار، عايز أرد على الأستاذ عصام سلطان. الأستاذ عصام سلطان طلب مننا أننا نرد، عمل تويت امبارح على الفيسبوك، أنا آسف، كتب ثمن محمود سعد وخير رمضان. قال: تلا الإعلاميان الكبيران محمود سعد وخير رمضان ببرنامجهما ما زعم أنها أسماء المعينين بمجلس الشورى وفقا للقرار الجمهوري، وفي مقدمة تلك الأسماء أستاذنا الدكتور محمد سليم العوة والمهندس أبو العلا ماضي. وقال عنهما محمود سعد متهكما: هذه طبعا أسماء جديدة تسمعونها لأول مرة. وقال خير رمضان: إن تعيينهما بالشورى بمثابة ثمن مدفوع لهما مقابل مواقفهما في الفترة الأخيرة. ثم أضاف: والسؤال الآن، ماذا لو صدر قرار رئيس الجمهورية بقائمة الشخصيات المعينة خاليا من اسمي العوة وأبو العلا ماضي؟ هل سنسمع من الإعلاميين الكبيرين اعتذارا علنيا أم سيلوذان بالصمت؟ وهل يقبل الإعلاميان الكبيران فتح موضوع الأثمان عاجلها وآجلها قديمها وحديثها؟ أرجو موافاتي بإجابة علنية. حاضر يا أستاذ عصام، سأرد عليك بإجابة علنية. واحد، حضرتك بتتكلم في الصحافة برضو، والصحافة دي شغلانتنا مش شغلانة حضرتك. أتمنى لك التوفيق في المحاماة وفي العمل السياسي. احنا ما ألفناش أنا أو محمود سعد أو كل الإعلاميين أو كل الجرايد الأسماء التي نشرت بالأمس. لو احنا اللي قلنا وقلت وصلتني معلومات، يجب أن نعتذر، لكن دي وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهي الوكالة الرسمية المعتمدة. وعلى فكرة يجب علي أن أستند إليها، هي الاستناد الأكبر، لأنها تمثل الدولة المصرية. كل الأخبار التي تنشر عن الوكالة تنقل كما هي وتنسب لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ومش الوكالات غير الصحف.
لما انقل من جورنان او مجلة علي ان ادقق في الخبر، لما تبقى وكالة الوكالة مسؤولة عن الخبر. فما علقنا به بالامس كان تعليقا ونقلا من وكالة انباء الشرق الاوسط، الوكالة الرسمية الوحيدة في مصر. ثانيا، اتحداك يا استاذ عصام سلطان اذا كنت انا تحدثت تحديدا عن الدكتور محمد سليم العوا او الاستاذ المحترم ابو العلا ماضي. انا ذكرتهم ضمن الاسماء لكن لم اتوقف امامهما لانهما قامتان كبيرتان لهما كل الاحترام، بل على العكس انا قلت كل الاسماء المطروحه لها كل الاحترام، ولم اقل ان الاثنين دول قبضوا اتمان والتسجيل موجود، بس انا هخليك لحد ما انت تطلب تشوفه. فنقل المعلومه خاطئ، ما اعرفش الاستاذ محمود سعد قال ايه لان انا كنت على الهوا، فللاسف لم يتسنى لي ان استمتع بسماعه، ولكن اللي انا قلته قلت ان الاسماء فيها 17 اسم، الاسماء المطروحه على وكاله انباء الشرق الاوسط من الجمعيه التاسيسيه، ويبدو من الاسماء وذكرت الدكتور عمرو خالد والدكتور ايمن نور الذين شاركوا في الحوار الاخير الذي تم الغاء الاعلان الدستوري. كل ده مش مهم، وعلى فكره لو طلعت قائمه مدنيه محترمه انا قابل اعتذر يا سيدي، اذا كان الاعتذار ده شيء هيبقى يرضيك فما فيش مشكله، ده انا اعتذر واشكر كمان، بس تيجي قائمه تضم قوى مدنيه زي ما الاستاذ ايمن نور قال امبارح ان هذا كان الاتفاق وتم الاخلال به. فاذا جت قوى مدنيه يا ريت علشان نعمل توازن. اما الجزء الاخير، هل يقبل الاعلاميان الكبيران فتح موضوع الاثمان عاجله واجله قادمه وحادثه؟ نعم سيدي، انا عن نفسي بقبله تماما وللكل، القديم والجديد واللي في النص واللي جاي انا قابل طبعا. اذا كان هناك اثمان او حد مستخبي وراء اثمان او قبض اثمان نطلع ونتكلم ونبلغ ونكشفه للناس عشان ما تبقاش كدبه، ما فيش احسن ابدا من الشفافيه. وها انا ارد عليك كما طلبت احتراما لطرحك وسؤالك، وفي اطار الديمقراطيه من حق كل انسان ان يطرح ما يريد بشرط التزام الامانه والموضوعيه. طيب خلونا نبتدي معايا الاستاذ محمد عبد الصالح، عضو المستشار محمد عبد الصالح، عضو غرفه عمليات نادي القضاء. مساء الخير سياده المستشار. مساء الخير يا خير بيه، انا بس عايزين حاجه سريعه. الجيش اتفضل ينتقل الى نادي الوحده المحليه بكرداسه، ثلاثه من غرفه اعضاء غرفه بنادي القضاء تم احتجازهم هناك، والتعدي على رئيس المباحث لمعرفه بعض الاهالي من الاخوان المسلمين. ثلاثة من أعضاء نادي القضاء. من أيوه مستشارين من أعضاء الغرفة توجهوا هناك لمتابعة سير العملية الانتخابية، فكلموني من حوالي ساعة ومحتجزين هناك. والمباحث مش قادرة تطلعهم ولا الشرطة. مين اللي محتجزهم يا فندم؟ محتجزينهم بيقول لي البعض من جماعة الإخوان المسلمين. وحضرتك؟ رافضين خروجهم. حضرتك بتقول لي تم الاعتداء على رئيس المباحث؟ وتم الاعتداء على رئيس المباحث كما قرروا لي يعني. وهم حاليا دلوقتي في نادي الوحده المحليه بكرداسه. حضرتك بتطالب مين؟ يعني خطابك ده موجه لمين؟ لوزاره الداخليه ولا اللجنه العليا؟ هي القوات المسلحه انها تطلع الزملاء. طبعا. المحتجزين مش عارفين يطلعوا بقالهم اكثر من ساعتين. طيب اتمنى ان تكون الرساله وصلت تصرف مقيت وغير محترم ولا يليق التعامل به مع ضابط او مع المستشارين اللي بيمارسوا دور وطني. احنا بنسمح للكل، انت هتشوف اوراق طالعه مختومه على بياض من المجلس القومي لحقوق الانسان، اللي يملا اسمه بس يقدر يدخل اي لجنه ويتابع ويشوف، فما بالنا بقضاة مصر. تصرف غريب شويه. ده في كرداسه، شوفوا لي السيد اللواء كمال الدالي مدير مباحث او حد من مباحث الجيزه، نعرف ايه التصرف، ايه اللي هيحصل وقت الاعتداء، هل فعلا هناك اعتداء على رئيس المباحث ام لا. النهارده السيد المستشار سمير ابو المعاطي رئيس اللجنه العليا للانتخابات قرر مد فتره التصويت للساعه 11 مساء. نتمنى ان ما نفاجئش بلجان بتقفل بدري. انا رحت لجنتي لسه ما صوتش، رحت مرتين، كل ما اروح الاقي ثلاث طوابير بره المدرسه لسه في الدقي، وهرجع تاني ان شاء الله الحق بعد الساعه 9 اجري علشان الحق اصوت ان شاء الله. السفيره الامريكيه كانت بتلف في بعض اللجان، اتهتف ضدها اسلاميه فخد بعضها واثرت السلامه ومشيت على طول ما كملتش. عندنا تجاوزات كتير جدا وخلافه مش عايز ادخل فيها لحد ما يبقى عند ضيوفي. انا النهارده
معايا هيكون معايا الاستاذ صلاح سليمان رئيس مؤسسه النقيب للتدريب وحقوق الانسان، والاستاذ محمد مكاول المتحدث الاعلامي باسم الحريه والعداله. في الفقره الثانيه هيكون معايا المفكر الكبير الاستاذ سيد ياسين، هنتكلم في ماذا بعد من 8 ل 9 بقى اللي هي خلاص احنا قربنا قوي، نعم او لا، ماذا بعد؟ هنبتدي منين؟ هنقعد ازاي؟ هنتناقش ازاي؟ هنتحاور ازاي؟ هنحل المشاكل ازاي؟ هنواجه الازمات الاقتصاديه ازاي؟ كيف يمكن وقد خطاب الفتنه في المجتمع في كل الاتجاهات؟ عمليه التخوين المستشريه، الراجل ومراته بقوا يشكوا في بعض، الصاحب وصاحبه بقوا يتخانقوا، فكره المجتمع اللي اتشرخ واتقطع ده، مين الطبيب المداويه الذي يمكن ان ينقذ هذا المجتمع؟ النهارده جريده الوطن بتقول ان مصادر عسكريه كشفت لها ان القوات المسلحه طلبت من جماعه الاخوان المسلمين تقديم خطاب رسمي من الجماعه يتضمن اعتذارا صريحا من الدكتور محمد بديع المرشد العام عما قاله في حق قيادات الجيش السابقين واتهامه لهم بالفساد، واكدت ان حاله الغضب ما زالت تسيطر على الجنود والضباط، موضحه ان القوات المسلحه تدرك جيدا ان الاخوان تريد كسب ود القياده الحاليه، لكنها لا تعلم ان اهم تقاليد العسكريه هي احترام السابقين. في المقابل كشفت مصادر اخوانيه، ده على ذمه الوطن، أن الرئيس مرسي تدخل لتهدئة الأوضاع بين المرشد والقوات المسلحة وقالت إن عددا من قيادات الجيش والخبراء العسكريين أبلغوا الرئاسة غضبهم ما جعله يتدخل لتهدئة الأمور بين الطرفين، واتفق مع المرشد على توضيح رسالته الأسبوعية بأنه كان يعني الشعب كله والقيادات الفاسدة هي السياسية وليست العسكرية. الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وهو بيصوت النهاردة قال إن المرحلة القادمة تحتاج إلى التحالفات والحوار والتفاهم تحت مظلة الرئيس محمد مرسي المنتخب، وأنها قد تشهد تحالفات مع غير الإسلاميين مثل الكنيسة واليسار. ووجه بديع الشكر لقيادة الجيش لحمايتهم العملية الانتخابية مضيفا حاولوا بالأمس الوقيعة بيننا وبينهم ولكننا أخمدنا نار الفتنة، وأوضح أن الجيش المصري خير أجناد الأرض، وكان المقصد من حديثي القيادات السياسية الفاسدة، لكن بعض من لديهم أمراض في عيونهم حاولوا تغيير وتحريف التصريحات. أنا مش عارف هي عيون ولا قلب ولا ودان كله. في خبر بيقول ان اللواء فؤاد علام الخبير الأمني مدير وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق راح تقدم ببلاغ في اسم شرطة العجوزة، قال انه توجه للإدلاء بصوته في الاستفتاء في مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بالعجوزة، فاكتشف ان مجهولا وقع بدلا منه وعثر على رقم بطاقته مدونا بالكشوفات وطالب في بلاغه بإثبات الحالة. هذه واحدة من الأخطاء التي تحدث او الجرائم التي تحدث في مثل هذه الانتخابات. عندنا زحام، سوء تنظيم امام ابواب اللجان، احنا عارفين زملائي طول اليوم بيقدموا لحضراتكم متابعه حيه لحظه بلحظه. في الطابور الدوار، كانت الورقه الدواره بقى في طابور دوار. حد كان بيكلمني من شويه بيقول لي اكتشفنا ان في ناس بتدخل اللجنه وهي مش مسجله في اللجنه، بس تدخل علشان تضيع وقت، فتدخل وتقول له انا هنا مسجل ويقعد يدور على اسمه فيأخر الطوابير، وفي ناس بتقف لحد ما تدخل وتلف وترجع تقف تاني. كل دي تجاوزات. الناخبون قطعوا الطريق العام في نجح حماد القنا لتأخر بدء التصويت لساعتين عن لجان رقم 13 و23 و24 و43 بسبب عدم وصول القضاء. جبهة الإنقاذ الوطني عاملة مؤتمر صحفي بكرة بعد انتهاء الاستفتاء، نتيجة الاستفتاء هتعلن مساء الاثنين إن شاء الله، اللجنة العليا هتعلنها. خلونا ناخد بعض التليفونات نعرف الأجواء إيه، اللي معه واللي ضد. إحنا مش بنقول روح قول أو لا، إحنا بنقول لك انزل وروح، وإذا كان عندك مشكلة هنحط لحضراتكم التليفونات المتاحة. أنا مندهش شوية إن اللجنة العليا للانتخابات عندها موقع وما عندهاش تليفونات. خلونا معايا مين؟ الأستاذة أميرة من دمياط، أهلا أستاذة أميرة. أيوة يا فندم، لجنة مدرسة النهضة التجريبية. نعم. لجنة النهضة التجريبية بالزرقاء، لجنة رقم 10. مالها يا فندم؟ ظبطنا ورقة دوارة مختومة رقمها المسلسل 55. أيوة. وحررنا بيها محضر في مركز الزرقاء برقم 4710 إداري سنة 2012.
يعني حررتوا المحضر بالفعل. ده حررنا المحضر يا فندم. ده سلوك كويس، ده سلوك كويس. أيوة. هل هناك اي ملاحظات اخرى ولا دي واحده ظبطتوها؟ لا دي واحده ظبطناها، نفس اللجنه كان صوتي فيها لما دخلت حد بيطلب من القاضي ابراز شخصيته رفض وقال له ما تسمعوش كلام الاعلام. ما تسمعوش كلام الاعلام. طيب ايوه يا فندم. بشكرك جدا. معانا سيد اللواء فؤاد علام. مساء الخير سياده اللواء. مساء النور يا اخي. يا اهلا وسهلا. سيادة اللواء، حضرتك رحت فوجئت فعلا ان في حد ماضي وموقع مكان اسم حضرتك في اللجنة؟ تمام. هو بس اصحح لك، هي لجنة مدرسة الأرمان الابتدائية 137 شارع التحرير، اللجنة 13. نعم. للأسف الشديد ان انا لقيت حد موقع بمكاني وثابت نمرة الرقم القومي. بتاعتك ولا بتاعته يا سيادة اللواء؟ بتاعتي انا. ثابت كمان بطاقه الرقم القومي بتاعت حضرتك؟ تمام تمام. هم مكتوب نمره الرقم القومي عدا اخر رقمين على اليمين. المفروض ان الموظف او الموظفه اللي بتكتب الرقمين الاخرين من واقع البطاقه. طبعا. هي اللي ثابت نفس الرقمين، كان الرقم القومي معروف لدى هذا الشخص اللي قام بالعمليه دي. او معاه صورة البطاقة. طيب حضرتك عملت ايه؟ يعني القاضي عمل ايه؟ انا عمل، هو اسم مستشار الحقيقة كان في منتهى الحكمة والذوق، وجهني ان خد بيانات الرقم القومي بتاعي وطلب مني ان انا اعمل محضر في اسم الدقي، وانا عملت فعلا محضر في اسم الدقي برقم 8673 اداري اسم الدقي. وصوتت حضرتك ولا لا؟ لا، من غير ما صوره مش محتاج تصوير. لا صوت. لا ما صوتش. صوت ازاي؟ طب انت ليه بتفقد حق؟ طب ما انت كده فقدت حقك في التصويت. مش بس فقدت حقي، هو اهم من هذا ان انا كنت اتصور. انا خليت الزميل اللي موجود في اسم الدقي اتصل بالرئيس اللجنه العليا. نعم. قال له اعمل محضر وابعت لي صوره المحضر. أنا كنت أتصور إن الموظفة المسؤولة عن تدوين هذه البيانات لابد وأن توقف عن العمل. طبعًا. إلى أن يثبت إن حسن نيتها. لأن لو بصت في الرقم القومي وشافت الصورة كانت لازم تتحقق من الشخصية اللي قدامها. هذا الإجراء لم يتخذ. طيب يعني كل واحد حد زور، يعني المزور استفاد من تزويره وصاحب الحق حرم من حقه في التصويت؟ للأسف. لا انا هوقع في مكان واحد تاني، هاخد حق واحد تاني. نعم. انا ما اعرفش ايه الاجراء القانوني، هل ده تبطل الصندوق، هل تبطل اللجنه، انما اللي انا شخصيا اتصوره لابد كان من ايقاف الموظفه المسؤوله لانها اضعف الايمان اذا كانت حسنه النيه ان هي لم تتحقق من شخصيه الانسان اللي وقع قدامها. سياده اللواء، ممكن تقول لي اسم المدرسه تاني؟ مدرسة الأرمان الابتدائية بشارع التحرير نمرة 137 بالدقي. شكرا يا فندم، بشكرك. والغريب يا أستاذ خيري، اتفضل يا فندم، إنه غالبية اللي كانوا موجودين عارفين شخصيتي، يعني من حتى من قبل ما أدخل كان في حوارات دايما بتاع، وحتى الأستاذ المستشار نفسه عارف شخصيتي. طبعا. يعني جاي في شخصية عامة وشخصية معروفة. بشكرك سيادة اللواء فؤاد علام، وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق، الخبير الأمني. خلونا نروح المنيا أشوف زميلي حسام حداد، أو المنيا كما قال لي الأستاذ العالم الجليل الدكتور محمد المنيا. حسام مساء الخير. مساء الخير أستاذ خيري، احنا موجودين في محافظة المنيا. المحافظة فيها 495 مركز انتخابي وفيها 664 لجنة فرعية بتستقبل النهاردة لجان في محافظة المنيا حوالي 2,644,000 ناخب. احنا متواجدين دلوقتي في مدرسة المنيا الثانوية التجارية بنات، لجنة فرعية رقم 12، المقيد في كشوف الناخبين او الناخبات لانها لجنة سيدات، حوالي 3,509 ناخبة.
حتى الآن أدلت منهن حوالي 1000 ناخبة بصوتها في هذه اللجنة. الإقبال متفاوت ما بين لجان محافظة المنيا، ففي لجنة 12 ولجنة 9 الإقبال ضعيف جدا كما ترى خلفي، ليس هناك وجود لطوابير طويلة في هذه اللجان، وهناك لجان أخرى بها بعض الكثافات في الطوابير في انتظار للإدلاء بالأصوات كبعض اللجان في أبو قرقاس. يعني اللجنة هنا يشرف عليها المستشار محمد غالب من النيابة العامة من نيابة شمال المنيا الكلية. أما إذا تحدثنا أو تطرقنا في الحديث عن الخروقات وبعض المخالفات الانتخابية، ففي لجنة الفرعية رقم 9 في مدرسة أبناء الثورة الابتدائية هناك رجل ملتحي يقف أو خارج الحرم الانتخابي أمام باب المدرسة يحمل لابتوب يساعد الناخبين في يعني معرفة مقرهم الانتخابي. هناك أيضا نقلا عن المراقبة غنية محمد عبد الرازق وهي عضوة بلجنة تقصي الحقائق بنقابة المحامين، جندي من أفراد القوات المسلحة يحمل دفتر الأوراق أو دفتر أوراق الاقتراع ويوزعه على الناخبين، وهي في مدرسة الثانوية الصناعية في لجنة رقم 31. وحينما سئل عن سبب حمله لهذه الأوراق قال أن الموظفين الإداريين المسؤولين عن هذا لم يحضروا إلى مقر اللجنة. أيضا في مدرسة طه حسين لجنة رقم 33 ولجنة رقم 36 رفض القاضي دخول بعض المراقبين وقد حررت محاضر ببندر المنيا برقم 12575 و12577 و12576 و12579. أيضا في اللجنة رقم 20 بمدرسة البهجورة الابتدائية اكتشف القاضي وجود محام عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يقوم بأعمال أمين سر اللجنة الذي ينظم وجود موظفين إداريين داخل اللجنة، وقد حرر القاضي مذكرة بالواقعة واستبعد المحامي من العمل وكلف موظفا إداريا آخر بإتمام العمل. وفي مدرسة تلا الإعدادية بنات المستشار قام بطرد المراقبين من اللجان حينما أرادوا تحرير محضر بسبب إغلاقه للجنة، وقد ذهبوا إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر بالواقعة. أيضا هناك واقعة أخرى تحركت فيها قوات الشرطة والقوات المسلحة في صملوط بمحافظة المنيا من ضبط مواطن قام بتحطيم الصندوق الانتخابي بلجنة صملوط الإعدادية بنين بعد مشادة بينه وبين رئيس اللجنة احتجاجا على عدم وجود نسخة من مسودة الدستور مع بطاقة التصويت. هناك خبر آخر نقلا عن صحيفة المصري اليوم عن تجمهر المئات من الأقباط. لا ما تنقليش أخبار عن صحف حسام، أنا خلينا هنا لأن الزملاء بنبقى نتأكد من الأخبار بعد نقلها عن الصحف. بشكرك جدا زميلي حسام حداد. منذ قليل في خبر بيقول أن المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية تقدم باستقالته إلى السيد الرئيس. هنا ده كان متوقع أن يكون بعد إعلان النتيجة لأن في الدستور ما فيش نائب رئيس، فكان معروف أن الدكتور المستشار محمود مكي سيتقدم باستقالتي عقب إعلان الدستور أو إقرار الدستور بنعم، وإحنا لسه لا نعم ولا لا. طيب ما هو لو اتقال لا يبقى قد لا يبت فيها الرئيس، ولكن الأنباء تؤكد أنه تقدم بالاستقالة بالفعل. خلونا نروح الأليوبية لزميلي حيدر خضير من شبرا الخيمة. أهلا يا حيدر. أهلا بك أستاذ خيري. يمكن الإقبال اليوم كان إقبال حتى هذه اللحظات يبدو محدود. استطلعت منذ قليل بعض المدارس في المنطقة، مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية، مدرسة الفانواني، مدارس أخرى كثيرة، كانت حجم اللجان فيها أو المقيدين في جداولها الانتخابية يقترب من نحو 5000 ل6200 فرد. حتى الآن في أعلى اللجان الإقبال 1500 صوت حتى الآن. لم تشهد العملية الانتخابية أو الاستفتاء اليوم مخالفات أو تجاوزات كبيرة باستثناء بعض الملصقات المعلقة على جدران المجمعات الانتخابية بالخارج. كان طبعا في ولكن بعيدة إلى حد ما عن المجمعات بعض الموجودين بيحاولوا أنهم يساعدوا الناس في خروج
الأقام واللجان بتاعتهم، ولكن يبدو أنهم ينتموا إلى تيارات جماعات إسلامية. احنا عارفين طبعا ان حتى الان شايف حجم الاقبال قل في بعض اللجان منذ قليل. هذه اللجنه التي خلفي كان المعدل التصويت فيها نحو 800 صوت من حوالي 4500 تقريبا، والاقبال يبدو محدود، ربما يزيد في الساعات القادمه مع امتداد ساعات التصويت حتى 11:00. بشكرك جدا حيدر خضير من القليوبيه، زميلي طارق احمد. طارق فين يا جماعه؟ طارق من البحيرة، أهلا يا طارق. أهلا وسهلا أستاذ خيري. تفضل قول لي الأجواء عندك إيه طارق؟ نعم أستاذ خيري، ربما ساعة بعد ساعة نقترب من موعد إغلاق الصناديق والذي تقرر في 11:00 من مساء هذا اليوم. نسبة الإقبال أستاذ خيري ربما تتفاوت بين اللجان وبعضها البعض، لكن بشكل عام وطبقا لتقارير منظمات تراقب هذا الاستفتاء في محافظة البحيرة، ربما لن يتجاوز نسبة التصويت حالة المتوسط، ولن يكون في البحيرة طبقا لهذه التقارير لن تتحقق نسبة التصويت التي تحققت في انتخابات الرئاسة بجولتيها الأولى والإعادة. طبعا هناك إقبال متزايد في الريف عنه في الحضر، هناك طوابير في بعض اللجان خصوصا في المناطق الشعبية وفي بعض المراكز، لكن هناك بعض اللجان التي تبدو وكأنها خالية من الناخبين والمواطنين. أيضا أستاذ خيري ربما أيضا دقيقة بعد دقيقة تزداد حصيلة التجاوزات والانتهاكات التي ترصدها عدة منظمات ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان. هذه الانتهاكات ربما تكون متكررة في كثير من اللجان هنا في محافظة البحيرة، هذه المحافظة التي بها كتلة تصويتية عالية، هي المحافظة الثانية من حيث الكتلة التصويتية، حوالي 3.5 مليون ناخب مسجلين، هي المحافظة الثانية من محافظات المرحلة الثانية من الاستفتاء. هذه التجاوزات من الممكن أن نطرح منها أمثلة، مثلا في مدارس كمدرسة التمامة الابتدائية وأحمد عرابي في مركز كفر الدوار، هناك ناخبون اشتكوا من عدم وجود حبر فوسفوري وعدم وجود استمارات غير مختومة. أيضا طبعا كانت الواقعة غير المسبوقة والتي رصدتها الزميلة الصحيفة الوطن وأثبتتها بالصور في اللجنة رقم 34 في المدرسة الفنية الصناعية في كفر الدوار بوجود طفل يقوم بختم هذه الاستمارات. طبعا اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء هنا وغرفة عمليات المحافظة أكدت أنها تلقت العديد من الشكاوى والعديد من البلاغات والمحاضر الخاصة بوجود انتهاكات وتجاوزات عديدة في محافظة البحيرة المترامية الأطراف، حوالي 15 مركز ومدينة بخلاف القرى. هناك حوالي 966 لجنة فرعية منتشرة في ربوع البحيرة. أيضا أستاذ خيري القضاة هم الآخرون اشتكوا في صبيحة هذا اليوم ربما من عدم وجود أو عدم تطابق اللجان الموجودة في كشوف التوزيع مع أسماءها الحقيقية، مما أدى إلى تأخرهم في الوصول. أيضا هناك بعض القضاء الذين توجهوا بشكاوى إلى اللجنة العامة للمشرفة على الاستفتاء بعدم وجود موظفين أو أمناء داخل اللجان. المستشار حسن البسيوني قال لي في اتصال هاتفي أنه قام بزيادة الموظفين والأمناء في بعض اللجان خاصة التي عليها ضغط من قبل الناخبين. أيضا من ضمن المخالفات والتجاوزات هناك لجان تم إغلاقها لمدة تجاوزت الساعة الكاملة بحجة الغداء أو الصلاة. من هذه اللجان لجنة 22 هنا في ضمنهور، ولجنة مدرسة محلة الأمير في مركز رشيد. نعم بشكرك جدا زميلي طارق أحمد من البحيرة. عايز اقول لكم عندنا الصورة بتاعة الطفل اللي بيختم الاوراق، ممكن ناخدها بس عشان يبقى الكلام مرتبط يا شباب، تنزلوها لي عشان السادة المشاهدين يشوفوا احنا واصلين لحد فين. عيل جوه لجنة بقى
الباشا قاعد يختم الاستمارات، يا رب بقى هات ابنك معاك كده يلعب في الاستوديو، يلعب في الرئاسة، يلعب في الوزارة، يعني واد صغير وبيلعب في الختم، ايه المشكلة؟ انتوا زعلانين ليه؟ يلا نروح امبابة نشوف زميلتي بسنت شحاتة، اخبار الجيزة ايه؟ اهلا بسنت. اهلا استاذ خيري، انا لازلت موجوده بمنطقه امبابه، وامبابه معروفه انها اكبر كتله تصويتيه في الجيزه، في محافظه الجيزه. متواجده الان بلجنه سيدات. هذه اللجنه شهدت منذ الصباح الباكر اقبال كثيف من السيدات، لكن خلال الساعتين الماضيتين قل اعداد النساء واقبالهم على الاستفتاء. في المقابل لجان الرجال كانت كثيفه بشده، وفضلت الكثافه فيها لفتره طويله، وكمان كان في تكدس في اللجان الخاصه بكبار السن. كان برضو اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان المراقبين على الاستفتاء جم ودخلوا عدد من اللجان، وكان ليهم ملاحظه على لجنه موجوده مدرسه محمد نجيب ان كان فيها تكدس شديد. ف سألوا القاضي ايه المشكلة، قالوا له ان هم محتاجين نزيد اعداد الموظفين لان كبار السن حركتهم بطيئة، وبالتالي كمان قدرتهم على انهم يعرفوا اماكنهم ده برضو بالنسبة لهم شيء بياخد وقت طويل، فلذلك رجعوا اللجنة العامة علشان تزودهم باعداد اكبر من اعضاء اللجنة او المساعدين من الموظفين اللي بيبقوا في اللجنة. كمان أنا معايا مستشار رئيس اللجنة هنا في اللجنة رقم 74 بمدرسة رفع طهطاوي، أتشرفنا بحضرتك. أنا المستشار عبد المجيد أحمد عبد المجيد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية. أهلا وسهلا يا فندم. يا ريت حضرتك تكلمنا عن اليوم النهاردة، إن شاء الله هينتهي التصويت الساعة كام؟ طبقا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات في تمام الساعة 11 مساء اليوم. كيف ترى اليوم منذ بدايته للآن؟ احنا عندنا لجنه مشتركه ما بين الرجال والنساء. انا شايف العنصر النسائي ما شاء الله عليه، يعني كان بكثافه جامده جدا جدا، وجه والامور ماشيه كويس، ما فيش اي مشاكل خالص. واحنا طبعا يعني بنتكلم كهيئات قضائيه، احنا بنساهم عشان خاطر كجزء من واجبنا وجزء من 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 العبء اللي علينا ان احنا نخلص الايام دي ونخلص الفتره اللي موجوده حاليا دي، واحنا واقفين على مسافه واحده ما بين اللي بيقول نعم واللي بيقول لا، وبحريه تامه. وعلى فكره انا حاليا ماسك لجنه فرعيه، في المرحله الاولى كنت ماسك لجنه عامه في الشرابيه كان تبعي 40 لجنه فرعيه، ما شفناش فيها اي تجاوز، ما شفناش فيها اي حاجه، والكلام اللي احنا سمعناه على ان القضاء مش كلهم بيشرفوا على اللجان، انا ما اعتقدش، في رايي انا طبعا ما شفتش الكلام ده اكيد، لكن انا بقول في اعتقادي وفي رايي صعب جدا ان النهارده يمسك لجنه من غير ما رئيس لجنه من غير ما يكون عضو في اي قضايا، لانها بتمر بمراحل كتيره جدا. عايز اسال حضرتك بخصوص اقبال اليوم، النسبه تقريبا قد ايه لحد الان؟ النسبه هنا اكتر من 60% بالنسبه للمقيدين في اللجنه دي، اكتر من 60%. طب حضرتك توقعاتك يعني لجنه زي دي في كتله تصويتيه كبيره، هل من الممكن ان تتزايد خلال الساعات القادمه؟ طبعا، هو كل شويه بيبقى في اقبال جامد وبعدين تخف شويه وبعدين في اقبال جامد جدا، وطبعا الناس طالما عارفه ان لغايه الساعه 11، فبالتالي احنا منتظرين، وما في صفوف بره يعني كتير جدا. بس احنا عندنا على فكره يمكن اللجنه الوحيده اللي احنا شغالين بطاقه كبيره جدا، بحيث ان ما عندناش توجيه زي الموجوده في اللجان الثانيه. اشكرك معالي المستشار واعود اليك استاذ خيري. بشكرك جدا بسنت شحاته زميلتي في امبابا. خلونا نروح للسويس، زميلي محمد سعيد، نعرف ما هي الاوضاع هناك. اهلا محمد، تفضل. استاذ خيري، احنا دلوقتي موجودين داخل لجنه 6 بمدرسه احمد شوقي بحال 40 طبعا بمحافظه السويس. العمليه الانتخابيه بشكل عام هاديه ومستمره، بشكل في تزايد مستمر من الناخبين، الاعداد عماله بتتزايد مع مرور الوقت. ولكن دلوقتي انا لفت انتباهي حاجه غريبه جدا داخل اللجنه منذ ساعه تقريبا، وكل الناخبين اللي بيدخلوا، هي طبعا لجنه خاصه بالسيدات، كل الناخبين اللي بيدخلوا معاهم اولادهم الصغار. طبعا احنا دلوقتي الصوره هنصور معانا دلوقتي، دول بقى ناخبين المستقبل، ويمكن اغلب اللي نزلوا النهارده بيطلب صوتهم سواء بنعم او بلا، هم بيفكروا في اولادهم دول.
واكيد طبعا الرساله ممكن توصل من خلال الاطفال الصغيرين دول اللي هم داخل اللجنه النهارده وشايفين اللي بيقول نعم وشايفين اللي بيقول لا، وهم يمكن ما يعرفوش كتير قوي في السياسه، ولكن شايف ان ممكن دي يكون بيوصلوا رساله لاي حد عايز يعمل فتنه في اي مكان في مصر، ان دول النشء الصغير سواء بيقول نعم او لا احنا محتاجين ان احنا نحافظ عليهم. دي حاجه لاحظتها وكنت حابب ان انقلها لحضرتك طبعا والمشاهدي سي بي سي، ان كان في اطفال كتيره جدا النهارده في السويس، يمكن عن اكتر من محافظات كتير حضرنا فيها استفتاءات وانتخابات قبل كده. ايضا في استفسار جانا من بعض الناخبين اللي ادلوا بصوتهم النهارده، هو خاص باللي عندهم اعاقه ذهنيه يا استاذ خيري. نعم. النهارده حصلت واقعه في احدى اللجان، هي لجنة 35 بمدرسة ناصر. الحقيقة ان احد الناخبين دخل هو عنده اعاقة ذهنية وكان برفقته صديق لي داخل بيساعده، فالمستشار شاف ان هو عنده اعاقة ذهنية فبدأ يتكلم معه شوية. بعض المندوبين اللي داخل اللي هم طبعا منتمين سواء للطيار ده او للطيار ده اعترضوا ان ده معاق ذهنيا فممكن ما يكونش عنده القدرة انه يضلي بصوته. الحقيقة المستشار اتعامل موقف، يعني انا من وجهة نظري الشخصية انه موقف كويس جدا وحيادي، انه عمل له اختبار سريع قال له يا لو تقدر تكتب لي اسمك، وفعلا كتب له اسمه، هو اسمه شعبان احمد، ده اللي هو الناخب اللي ادلى بصوته. وبالفعل المستشار لما لقى كتب اسمه بشكل سليم جدا وحس ان هو يقدر بالفعل، لان كل اللي هيعمله انه يعلم سواء صح او غلط، وبالتالي فعلا المستشار سمح له ان هو يدلي بصوته. فدي كان استفسار، يمكن انا ما عنديش الخلفيه القانونيه، ولكن لو حضرتك تقدر يعني نسال بعض المستشارين هل فعلا من حق المعاقين ذهنيا او اللي عندهم اعاقات ذهنيه تحديدا ادلاء بصوتهم او لا. طيب بشكرك يا محمد. انا عايز اسال قانونيين الحضانه اللي عندك دي اللي انت شايفها مظهر كويس قوي، في مصاصات للاولاد وبالونات ولا لا؟ يعني هذا مظهر مين بيدخل اللجنه وكم الاعداد والفوضى اللي داخل اللجنه دي هي اللي عايزين نسال فيها. لصاحب الاعاقه ممكن يكون افضل من اي حد في الدنيا، ده من ذوي الاحتياجات الخاصه، والقاضي عمل شغله محترم، لكن ما اعرفش القاضي اللي عندك سامح بالاعداد دي، الحضانه اللي جوه اللجنه دي ازاي؟ انا مش عارف. أذهب إلى بسنت إبراهيم زميلتي في الهرم. أهلا بسنت، كيف الأخبار لديك؟ طيب واضح إن في مشكلة في الصوت، خلونا نروح الفيوم لزميلي عوض الغنام. أهلا يا عوض. لا شكل الصوت مش واصل لعوض. مين؟ طيب اروح لزميلي خالد جمال في بورسعيد. اهلا يا خالد. المستشار محمود مكي على ذمة اليوم السابع بيؤكد طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني كقاض، وبيقول قدمت استقالة سابقة 7 نوفمبر، قالوا لنا يا كدابين لما قلنا قدم الاستقالة برضو، لما قلنا قال لك مين اللي قال؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ الاعلام الكذاب، الوثق، الاسود، الفاسق، الاعلام اللي فيه كل صفات الدنيا قال ان الدكتور المستشار محمود مكي قدم استقاله، طلعوا علينا كالونا. هقول لكم ناس الاستقاله بعد شويه. الرجل المحترم بيقول قدمت استقاله سابقه 7 نوفمبر وحال دون قبولها العدوان على غزه وحاولت تجنيب الوطن الفتنه بالحوار. خلينا اقول لكم بالزملاء بيقولوا لي ان الوطن ايضا نزلت البيان او نص الاستقاله، نص الاستقاله مكتبين لاحقا. لا لسه النص ما نزلش، هما كل المواقع كتبت الخبر، بس اللي مستوقفني الجماعه اساتذه التجديد بقى في الوطن مجموعه رعاه رسميين، الرعاة دول مش لازم يكونوا اخوان مسلمين بالمناسبة، ولكن هم قرروا ان يتولوا الدفاع، فتطلع تقول خبر هو خبر، وتدور الايام وحاجه في يوم اعمل لكم حصر بكل الاخبار التي نقلت ثم تم تكذيبها ثم تبين انها حقيقة. المستشار محمود مكي هذه تاني مرة، اذا كانت تاني مرة، يتقدم باستقالته، وهذه المرة وهذا الكلام اذا كان دقيقا بيقول حاجة، انه مش مستني يتشال
علشان الدستور هو عايز يثبت موقف ان انا كقاضي ما ينفعش في الحته دي. الرساله اللي عايز يقولها هنا رساله مهمه. سيد حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسه الجمهوريه عضو جبهه الانقاذ قال نحترم نتيجه الاستفتاء وان الجبهه ستشارك في الانتخابات، وقال النتيجه ستاتي غير توافقيه اذا جاءت 51%، خاصه ان الدستور يجب ان يتوافق عليه جميع افراد الشعب ولا يختلفون على مواده. وقال ان جبهه الانقاذ الوطني هتشارك في الانتخابات القادمه وستطالب وضع ضمانات قانونيه تضمن نزاهه الانتخابات. الدكتور عصام العريان بيقول اتوقع حسم المرحله الثانيه خلال في الجوله الثانيه دي. بنعم. اروح للهرم تاني، زميلتي بسنت ابراهيم. اهلا بسنت، تفضلي. مساء الخير يا استاذ خيري. احنا دلوقتي في مدرسه السادات الابتدائيه محافظه الجيزه، اكبر كتله تصويتيه في المرحله الثانيه للاستفتاء على مشروع الدستور. يوجد بالمدرسه لجنتين فرعيتين، لجنه رقم 15 وهي مخصصه للرجال بها حوالي 4800 صوت، واللجنه رقم 16 وهي مخصصه للسيدات وبها 5172 صوت. أدلى حوالي 25% من الرجال بأصواتهم لحد دلوقتي، وأكثر من 25% في لجنة السيدات. الإقبال كان كثيف جدا في ساعات الصباح الأولى، وهو الآن يعتبر ما بين متوسط وضعيف من وقت للتاني. كان في بعض البطء في عملية الاقتراع في مدارس أم المؤمنين وأم الأبطال. وردت إلينا شكوى من بعض المواطنين في مدرسة الثانوية الزراعية بشارع الهرم إن هي فيها ثلاث لجان، اللجنة رقم واحد مخصصة فيها كبار السن كانوا بيعانوا من بطء عملية الاقتراع. نعم، لكن أنا شايف اللجنة وراكي هادية ومفيش حد والناس قاعدة لطيفة يعني الحمد لله. بشكرك بسنت. عملية اتفضلي. عملية الاقتراع تسير بانتظام في المدرسة. نعم، بشكرك بسنت إبراهيم من الهرم. ولنذهب إلى كفر الشيخ محمد صلاح زميلي العزيز. أهلا يا محمد. مكي بلاش مكي، استقال مكي بتاعنا احنا. طيب مش هيستقيل محمد صلاح؟ استاذ خيري انا سامعك. استاذ خيري ازيك، عامل ايه؟ ازيك يا محمد. انا في مدرسه كفر الشيخ التجريبيه للغات. استاذ خيري المشهد اللي موجود في الخلف ده، تمام، المشهد الموجود في الخلف مشهد اصطفاف الناس واصطفاف الناخبات لمحاوله الادلاء بصوتهم. الحقيقه المشهد ده يتكرر دائما في ساعات الليل الاولى في ايام الانتخابات، لان وخصوصا مع الناخبات السيدات. الحقيقه هم بيتوافدنا في الوقت دوت على اللجان للادلاء بصوتهم، وده بيسبب زحام شديد جدا امام اللجان. طبعا منهم من انسحب من امام مقر اللجان ويعود باللائمه على العمليه التنظيميه لعمليه الانتخابات بسبب الزحام الشديد وعدم قدرتهم على الإدلاء بأصواتنا، خصوصا كبار السن. يعني ده المشهد في اللجنة اللي موجودة ورايا. محافظة كفر الشيخ، اسمح لي برضو أن أقول لك بعض التفاصيل المتعلقة بمحافظة كفر الشيخ اللي تناولناها خلال هذا النهار. محافظة كفر الشيخ عدد سكانها حوالي 3 مليون نسمة، عدد من لهم حق التصويت في محافظة كفر الشيخ حوالي 1,865,000 ناخب، وده الحقيقة هيكون ليه دور كبير. يعني محافظة كفر الشيخ هيكون لها دور كبير في النتيجة النهاردة، لأن طبعا جميعنا يعلم أن 25 مليون ناخب يتوجهون اليوم، 25.5 مليون ناخب يتوجهون اليوم للإدلاء بصوتهم في هذا الاستفتاء. أيضا هناك 800 قاضي أساسي واحتياطي في محافظة كفر الشيخ للمتابعة والإشراف على العملية الانتخابية. طبعا العملية بشكل كبير تمر بسلام، بعيدا عن بعض التلاسن من المؤيدين والمعارضين للاستفتاء على الدستور، وربما بعض المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين والتيار الشعبي. يعني بعض الاشتباكات الطفيفة على أبواب اللجان وبعض الدعاية بالسيارات وتوصيل الناخبين من الجانبين. أيضا رأيت سيارات تحمل لافتات بلا، ورأيت سيارات تحمل لافتات بنعم تحمل المصوتين على باب اللجان. هذا هو الوضع في محافظة كفر الشيخ. بشكرك زميلي محمد صلاح صاحب الابتسامة الودودة، بشكرك ربنا معاك ويكمل يوم على خير. مصلحة السجون بتقول ان احنا ما قدرناش نعمل لجنة للمساجين، وقال اللواء محمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية ان 3 سجناء فقط اللي طلبوا التصويت، وان اللجنة العليا قالت مش هنقدر نوفر صندوق.
انا مش عارف ده صح ولا غلط، حق كل مواطن حتى ولو كان سجين. اللي هو محمد ابراهيم بيقول ان رموز النظام السابق ما ينفعش صوته لانه كلهم صدر ضدهم احكام، بس انا عايز اقول له ان في منهم كتير مصدر ضده احكام، الحكم بيصبح نهائيا عشان كده يحرم من حقه السياسي او مباشره حقه السياسي، لكن ثلاث ارباع الاحكام حتى الان ليست نهائيه، ما كانتش كلها يعني. طيب خلوني اطلع فاصل، بعد الفاصل هنرجع ناخد بعض التليفونات من حضراتكم قبل ما استقبل ضيفي العزيزين. نتكلم في النهارده ايه اللي حصل، المراقبه الاستاذ صلاح سليمان رئيس مؤسسه النقيب للتدريب وحقوق الانسان، عنده التقرير بتاع النهارده ايه اللي تم، والاستاذ محمد مكاوي المتحدث الاعلام باسم حزب الحريه والعداله. زملائي بيقولوا لي بس ناخد زميلي هشام الرباط من القليوبيه. اهلا وسهلا هشام، ماذا لديك؟ مساء الخير أستاذ خيري، يعني ما لازالت الأعداد تتوافد هنا في مركز بنها بمحافظة القليوبية للإدلاء بصوتها، لازالت عملية البطء في التصويت مستمرة كما ذكرنا سابقا، طوابير متواجدة أمام المدارس هنا سواء في لجان الرجال أو لجان السيدات، الجميع يحرص على الإدلاء بصوته والمشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور. أيضا هناك بعض الأخبار التي تداولت عن إطلاق بعض العيارة النارية أمام إحدى المدارس الموجودة بحي شبرا الخيمة، ولكن تم نفي هذه من خلال مدير أمن القليوبية، لكن المشهد بصفة عامة هنا في مركز بنها يدل على أن أيضا مع مد فترة التصويت للساعة 11 مساء ستظل الأعداد تتوافد على هذه اللجان، خاصة وأن الطوابير ما زالت مستمرة أمام هذه اللجان بسبب بطء عملية التصويت، فهي متواجدة ويعني تأخذ فترة طويلة، يأخذ كل ناخب فترة طويلة عند الإدلاء بصوته، وهذا يثير حالة من الضيق وحالة من الغضب لدى المواطنين هنا. بشكرك هشام من القليوبية، هطلع فاصل، بعد الفاصل هنستقبل بعض التليفونات ونشوف اللجنة العليا للانتخابات كمان رأيها ايه فيما يقال وما يصل اليها من شكاوى، ماذا يمكن ان تفعل في شكوى مثل التي نقلناها منذ قليل عن اللواء فؤاد علام، يحرم من حقه لان مزور بلا ضمير هيروح النار، راح حط اسمه مكانه وموظفة لمهملة لمتعمدة فارتكبت جرم وزورت في اوراق بتحدد مستقبل وطن. نلتقي بعد الفاصل.